اول نوفمبر هو عيد الاستقلال والشباب، وهذا العيد ما زالش بالجبل الغالي قدموا الشهداء الغالي والنفيس من اجل هذه المناسبه. وبهذه المناسبه تقدم كل الشباب الجزائري ان يعي ما قدمه من اجل الاجداد، وان يضحي في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان من اجل هذه البلاد. اول نوفمبر ذكرى الثوره التحريريه الكبرى، ذكرى المجيده للجمهوريه الجزائريه. اول نوفمبر 54 انطلاق اول رصاصه لاندلاع الثوره التحريريه المجيده التي دامت 7 سنوات ونصف، ومنها تم تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. انا شوف ما لحقتلهاش، مي على بالي باللي اول نوفمبر سي بيان لاني 1954 اندلاع الثوره. على بالك الناس كانت شهداء ربي يرحمهم، ما كانش عندهم كما راح دوكا، يعني دوكا هكذايا، والحمد لله كانوا ابطال، هادو كانوا ابطال ويشرفوا الجزائر ويشرفوا هاد البلاد اللي هي مسقيه بدمهم، يعني اليومين هذا مسقيه بدمهم. نرحموا عليهم نورمالمون 1 نوفمبر بلا صدير، ما استناوش حتى يجي 1 نوفمبر نورمالمون بلا اول نوفمبر نرحموا عليهم. هما اللي خلونا اليوم هكذا حرين، هما اللي طهروا لنا البلاد هذيك فيها اللهم صل على النبي، هما اللي ضحوا بنفوسهم باش نعيشوا حنايا ويعيشوا اولادنا ونعيشوا مستقلين واحرار في هذه البلاد هذه. الشعب الجزائري لازم يحتفظوا بهذه الذكرى الخالده التي ضحى منها مليون ونصف مليون شهيد، تبقى خالده في اذهنه لانها تعتبر ذكرى من ذكريات الكبرى التي حارب منها الشعب الجزائري من اجل الاستقلال وخروج الاستعمار الفرنسي من الاراضي الجزائريه. منهم العربي بن مهيدي، جميل ابو حيرت، عبان رمضان. كاين شهداء الثوره الشعبيه اللي هما المقراني والحداد، وكاين كما الثوره الشعبيه الشيخ بوعمامه، وكاين مصطفى بن بلعيد والعربي بن مهيدي واحمد زابانا. نوفمبر معروف تاع اندلاع الثوره، لا جوناس هذه كاع ما تعرفوش. انا على بالي اني نشوف في الانترنت يبوزي لهم دي كيستيون ما يعرفوهمش. بون بالك حنا اوني ان جينيراسيون اونسيان. المهم واش راح نقول لك على اول نوفمبر عيد الثوره تاعنا اللي اندلعت فيه الثوره 54 فوالا. مصطفى بن بولعيد، على مصطفى بن بولعيد انا نقول العربي بن مهيدي على راس كل شهداء، ولكن مصطفى بن مهيدي كانت يعني العربي بن مهيدي كان بطل من ابطال الثوره التحريريه. مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، زيغود يوسف، زبالة، العربي بن مهيدي، بن بولعيد، ديدوش مراد. وفيما يتعلق بالشهداء هو العربي بن مهيدي، علي لابوانت، ملكه قايد، منهم بن مهيدي رحمه الله، وزبانة، وطالب عبد الرحمن، منصب بن بولعيد، وكريم بالقاسم.